قصدي قبل ايه؟ ممكن اقول بس حاجه صغيره. نهيتي الاغنيه قبل ما تنزل صح؟ ممكن اقول لك حاجه انا ما بعرف الاغنيه بس انت نهيتي قبل مبين الموسيقى خلصت بعد. لا 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 هي كده بالظبط. اوكي طب اوكي ممكن اقول لك حاجه صغيره؟ اكيد. انا ما اعرفش ليه كان عندي مشكله مع النفس في الاغنيه دي بالذات. مع النفس؟ مع النفس هو يعني من اول ما خدتها وانا عندي مشكله مع النفس مش 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 قادره انظمه في الاغنيه من اول لحظه خدتها. جربتها غنيتها 500 مره مش فهمتي مش 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 عارفه مش مفهمينك اياها. واضح انه منك مرتاحه ابدا. في شيء زعجك بجسمك كانه في شيء بتعبك يعني طول الوقت. انا لاحظت الموضوع ده من اول ما خدتها بس يعني فانا متقبله اي حاجه منك بصراحه. انا ما راح اهينك بس راح اقول لك انا خذلتيني ديسابوينتد حتى خاب ظني فيكي خف حبي لك. انا بتكون مراهن على شخص يعني انا من الاشخاص اللي بنترك يعني بنتر شو بدك تعملي لي بالبرايم. حاسس عندك شيء كثير حلو فيكي بالمغنى بنتر شيء منك بكل برايم. صرت عم صاروا برايمين وانا ما بعرف هديك جمعه ما كنت منيحه وهالجمعه مش منيحه بخوفني هذا يعني قبل شوي كنت عم سمع عنك هيدي صراحه مقهور. لا ان شاء الله. وانا بنبسط بشغله حلوه بحب اتمتع فيها. قد ما صرنا عم نسمع قصص بشعه بالدنيا صرنا بنحب نسمع شيء حلو ينسينا وجع الدنيا الموجود هالوجع الموجود على هالارض. بنبسط اسمع صوت حلو هيك عند يعني طالع من قلب حلو. عندك شيء عملتيها بهالغنيه بالذات زيت الغنيه غنيتي نص صوتك كل الوقت. انت ما بتغني نص صوتك اجمالا صح؟ غنيتي نص صوتك كل الوقت كنت بتوقع منك شيء محل اكيد تغني فول فويس فوديتات ما عملتيها ولا بمحل. فهذه كانت جديده كمان شوك لإلي انه غيرتي غنيتي نص صوتي كل الوقت ضدك. انا ضد هذا التكنيك البشع. انا حاولت اعمل يعني اللي انت بتقول عليه بس يعني جربت مع الاستاذه كارلا ما فيش برضه يعني الفول باور ان انا اقدر اغني بكل صوتي. لا مش كل صوتي كل محلات هي غنية بدها نيونس بس بدها فوتات محلات بس بدها شويه كمان بدها هيدي ما في ما زدت شيء من عندك. هلا اوكي شيرين اكيد اعطيتها روحها. كنت فضل تتعاطي معها بغير طريقه لافهمها انا ما فهمتها منك. فيها كثير سكسيسيون كوردز غريبه شويه جازي الغنيه بس انه منك مسبك النوتات بمحلهم مش نازلين بمحلهم. بالنسبه لي بطلت افهم غنيه يعني انا شخصيا ما فهمتها. فهيدي وضعك خطير اثنين برايم هيك بالنسبه لي. انا على فكره البرايم اللي فات لعبت في توب 1 يمكن نومينيه تبع يمكن مش نومينيه الايفال تبعك حلو يمكن ما انا عم بحكي انا بيجي بعمل ديبريف على الحلقه اللي عم شوفه بالبرايم ما قالي شو بتعملوا كل الجماعه يمكن بتعمليه حلو تطلع نمبر 1 ممكن ايه بس اللي عملتيه مش نمبر 1 ابدا نمبر 10 غيره